يأتي هذا العام الدراسي في ضوء أوضاع غير طبيعية بعد أن تعرض قطاع غزة لعدوان غاشم من قبل العدو الصهيوني. طال جميع مقومات ومكونات الحياة في قطاع غزة، وكانت المؤسسات التعليمية لها نصيب الكبير من هذا الدمار. طبعا احنا بالنسبة للمدرسة الطابق الثالث استهدف بشكل كامل، الدراسة مش هتكون فيه، تم استصلاح فقط 10 شعب من المدرسة لدراسة الطلاب. أول يوم دراسي كان الطلاب يعني في حالة من الذهول، الدهشة لما شافوا المدرسة لأول مرة يعني، وأيضا كمان لأنهم فقدوا زميلة لهم اللي هي الطالبة نجية جهاد الحلو. أيضا نائب مدير المدرسة الأستاذة غادة عيطة أيضا كانت شهيدة. استهداف المدارس شيء مقصود. بداية يعني كنتيجة للعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة، كان هناك أضرار لحقت بأكثر من 170 مبنى مدرسي على مستوى قطاع غزة. هذه الأضرار تفاوتت ما بين أضرار جسيمة أدت إلى سقوط المبنى المدرسي بالكامل، إلى أضرار بليغة، إلى أضرار طفيفة. الكثير من المدارس كانت تعمل بنظام الفترة الواحدة أصبحت تعمل بنظام الفترتين، سعيا نحو معالجة حالة الاكتظاظ الطلابي ولتعويض المدارس التي تم هدمها من قبل الاحتلال الصهيوني. يعني واضح جدا أن عملية الاستهداف هي كانت استهدافات مباشرة وغير مبررة البتة نهائيا. يعني ربما في بعض الحوادث السابقة كان القصف يكون لمحيط لمواقع قريبة من المدارس وتتضرر المدارس، لكن ما حدث في هذه الحرب هو استهداف مباشر، استهداف غير مبرر للمدارس، وهذا كان واضح. يعني انصدمت يعني من المنظر، من هول المنظر، وحتى لو اليهود قصفوا لنا المدرسه بدنا نتعلم فيها، يعني هم فاكريننا يعني جاهلين وبدهم يعلمونا، بس احنا رح طبعا لو قصفوا المدرسه طبعا رح نتعلم الخيام عادي. يعني أول ما فتنا المدرسة شعرنا باكتئاب لأنه منظر المدرسة مخيف يعني، والصفوف محروقة وقذائف الاحتلال موجودة فيها ودمرها كتير. فبعدين شوي شوي على المدرسة يعني لما شفناها والمعلمات كانوا يزودوا من معنوياتنا ويرفعوا فيها، فالحمد لله ومرة على مرة هينا بنتعود على المدرسة ورح نصبر ونضلنا نتعلم فيها. كنت جاية من الدار على المدرسة فرحانة كتير، لكن لما خشيتها قعدت أقول إيش هيك المدرسة، إيش صار فيها، إيش ذنب هالمدرسة هيك تنقصف، إيش عملت لإسرائيل المدرسة تنقصف هيك تصير فيها. مدرستي وطول عمري فيها واليهود شردونا منها وما خلوناش ندرس فيها، فلكن حنرجع لها وحنضل فيها.